خلاص قلها قلها يلا يوم جليل للليالي احنا في جدة. ايوه يا رجال الله لمن الله يراد يقرد حظنا واحد نقرد حظه. اسلم. انا ومحمد اخوي ولد خالتي اللي راقدين ولي والله ان عندنا حميم فندق يا والله ان عندنا دين اطل على جسمه على البحر لا اطل على يا طول عمر السلامه بيت تحتنا كذا في استقبال مدري ايه هم انا مسبحه تو انقطعت تو انقطعت تو العوض اي بس كلام تو المسبحه عليك تاسع اسمع فيه اسلم اسلم كمل السالفه لا ما تكمل السالفه طيب ريحت بيك انت وين العمر قد هي في ال هذا معك اي معك حلو في الح... يا اخو ما ادري ايش اللي جانا ذاك اللي بنحذب المسبح هذه على ذا اللي بالاستقبال نحذب بعد نحذب بعد والله والله من اللقافه جيك العب اي لقافه نحذب نحذب شوي اللي راح الاستقبال جاي يدق الباب حق يشق ما ادري كيف عرف شق قطره احنا في فندق ما ادري كم شق دمعنا طق طق يا ولد يا ولد كامبو فتح الباب مرحبا يا ابو ايش تبي؟ قال يا اخي في هنا ناس ينطلون علينا مسابح ينطلون علينا اغراض حق المسابح ذي قال ابوي ميده يا رجل ما ابي مسابح عندنا وكل ابونا نايمين ابوي خابرنا احنا نايمين وخابرنا ما احنا مسويين ذا الشيء لكن ما ادري ايش اللي قال ذاك اللي قال قالوا قال رجال زي مجالب اي والله اني انا راقد ويعرف نومتي يعرفني لكن نايم يعرف شكلي انا طبقتها هو محمد اخوي طبق النوم احنا قاعد تمثلون احنا النوم مثلا اللي يعرف شيء احنا النوم مثلا هي اياها الطريقه وكيف النوم وكيف اما ولد خالتي طفش من الضحك شكله من اللي لا يمد رجل يكسر رجل انا لا والله اني التم طال عمرك ما كان في الفراش حد لا يلتم اقسم بالله ما تشوف في احد دائما صح شويه طيب زين ولد خالتي يضحك يا ابو عبد الله هني بوجه الله ذنبي بوجهك يقول ما ادري مات من الضحك مات احنا مدري مات يا ولد لا احنا مدري صح بس الرجال مات من ضحك قام ابوي يضحك معه انت خابر الوالد الله يطول عمره في ايش؟ قال ابوي ها طيب ايش يسوي بالرجال؟ ابوي الله يجزاه خير ما ابنا كان الحين اخويا ما هو الحين ولده على ابوه ولده قال ابوي ميد يا رجال عود مجد الله الحين اضحك وذا تجورنا في وجهه قلنا الحين قال ولد خالتي انا في وجهه يا ابو عبد الله مني على طريق يضل احنا في وجهه الله في وجهه وجيتكم بارده قمت من النوم احنا نضحك خلاص عندنا لنا شيء قد ضحك خلاص لا ضحك طاح العطر اما انا قد لا ارقد اعمل نفسك ميت وقم ابوي والرعد ذا اللي قال ابوي يا رجال الرجل ذا كان يتشننه يقول ابوي ميد يا مجينا في وجه ابوي انت جبرنا بوجه الرجل ذا لقيتهم يتشننه وانت غلطان من الشقه ذي اللي انطلت عليك المشابه ذي احنا ما عندنا مشابه عندنا خاتم الاستغفار يا تجورنا في وجهه هذا والله التصريفه يا احنا جينا في وجه ابوي وراح لقى في وجه رجال ينجا دخلت اخوي سلم خلاص قال ذاك الله اجل غلطان غلطان معلش حقك علي صحيتكم من النوم عيل نازله ما قادره صحيتك من النوم يعود ابوي معنا قال ها ايشكم ايش جايين به؟ انا يا رجال قاعد وجهتي ابو ناصر الله يطول عمرك قاعد يحب على راسي ابوي الابهر عنده هنيه عنده ابهر وانا عارف له وثياب انت يوجعك الابهر قبض الابهر عنده به ربه يروح ربه رب عنانجا وكلنا يا ذراع قال الله يوفقك يا ابو حيل 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 ارقد ارقد نرقد عقب ذو الخلعه والله الحين نوم كل سريعه ما قمنا الا من المغرب يوم تقول يا ابو شايع سلم ترى ما والله هي تنسى كانت من اجمل ايامي ومن انكب ايامي كيف تجي؟ كان اسمح كلها شو لا تستعجل عرزك لو كانت طول العمر شرع 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 الحال